هنطلع ولا ما نطلعش؟ نخون ولا ما نخونش؟ اخلف ولا ما اخلفش؟ وانا مالي يا اخو؟ ما تفكر انت، دي مشكلتك انت، لازم حد يفكر لك. انا لو كنت بعرف افكر كويس وبعتمد على نفسي ما كنتش اتجوزت، ولما اتجوزت ما كنتش خلفت، ولما خلفت ما كنتش اخلف ثلاثه بره وثلاثه بره. انت متاكده انه سافر لندن؟ طبعا، ده جاب لي حاجات كتير قوي معاه. ما هي الحاجات دي؟ ماليه شارع الشوارب. قصدك ايه؟ عملها معايا الملعون جوزي نمره خمسه. بس حضرتك قلت لي قبل كده انك كنت متجوزه اربعه. لا، الخامس ده ما تحسبش، لانه ما طولش اسبوعين، والتالت كنا عند المأذون بالطبع. كان يقول لي رايح ضمنهول عشان شغل واظبطه في الزمالك، واكم واكم واكم. بس انا اللي جايبه له تذكره الطياره وتاشيره السفاره بنفسي. التاشيره ملهاش قيمه، والتذكره يقدر يرجعها ويقبض فلوسها. طب وهتاكد من الحكايه دي ازاي؟ من شركه الطيران يا حبيبتي، عندهم كشوف بكل الاسامي اللي سافروا. هي مالها النهاردة كده؟ والمصيبة يقول لي طول ما أنا في لندن بفكر فيكي، مفيش في الدنيا كلها واحدة زيك، وأنا بتغفيل يا صدقه. لذيذة أوي الشوربة يا حبيبتي. بالهنا والشفا يا حبيبي. بالسم الهاري. ضحكتها صفرة، أكيد وراها حاجة. معلش، هستحمل لحد ما أعرف أنت ماشي مع مين. وبعدين الصبر طيب. دوق ايدي من ايديا يا حبيبتي. الله، تسلم ايديك يا حبيبي. وتسلم الايدين اللي عملتها، والايدين اللي نولتهاني يا روحي. كلام هيخوف. الحمد لله. تستاهل الحمد. نقوم بقى. نقوم يا حبيبي. وننام بقى. وننام يا روحي. حبيبتي، انت في حاجة مضايقاكي؟ مضايقاني انا؟ معقولة اتضايق وجوزي حبيبي معايا؟ صحيح، مش معقول. انت بقى في حاجة مضايقاك؟ معقولة اتضايق ومراتي حبيبتي معايا؟ مش بقولك، كلامك بقى يجنن اليومين دول.